لن يتنازل اليهود عن القدس إلا بالقوة، ولا قوة إلا بنصر من الله عز وجل، ولا نصر من عند الله إلا بنصر دينه. هكذا يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن نصر الله عز وجل لا يكون إلا بعبادته والتمسك بشريعته ظاهرا وباطنا، والاستعانة به، وإعداد ما أمر به من القوة المادية والمعنوية بكل ما نستطيع، ثم القتال من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. أيها المسلمون، أما أن نحاول طرد أعداء الله من بلادنا ثم نسكنهم قلوبنا بالميل إلى منحرة أفكارهم والتلطخ بسافل أخلاقهم، أما أن نحاول طردهم من بلادنا ثم يلاحقهم رجال مستقبل أمتنا يتجرعون أو يستمرئون صديد أفكارهم ثم يرجعوا يتقيؤونه بيننا، أما أن نحاول طردهم من بلادنا ثم نستقبل ما يرد منهم من أفلام فاتنة وصحف مضلة، أما أن نحاول طردهم من بلادنا ونحن نمارس هذه الأمور فإن ذلك من محاولة الجمع بين النقيضين.